أهلا بكم مشاهدينا إلى حوار الأسبوع، وحوارنا هذا الأسبوع مع وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أولى نحاس. أهلا بك معالي الوزير. أهلا فيك. بداية معالي الوزير، كلنا يدرك التغييرات الإقليمية الحاصلة في المنطقة وأيضا الأحداث التي شهدها لبنان في هذه الفترة. انطلاقا من هذه الصورة، كيف يمكننا أن نوصف حالة الاقتصاد اللبناني، خاصة وأن الكثير من المؤشرات تقول بأن الأمور ليست بخير؟ هو الموضوع نسبي، الخير او الوضع العام هو نسبي. طبعا احنا نطمح انه سنه 2012 تكون احسن من 2011، بس من مؤشرات ما بتدل على ذلك، لانه كلنا بنعرف ندرك شو حجم التغيرات اللي صارت حوالينا والانعكاسات تبع الازمات الداخليه اللي تمت. بس نحن كمان ما عندنا الا مؤشرات بتقول انه حيكون عندنا نمو. هالنمو مش نمو ب 5.5% مثل او 5.4% مثل 2011، يعني نحن عم نقيم انه النمو سوف يكون بحوالي 2 او 1.5%، يلي هو بالنسبه لنا رقم منو مرضي، منو جيد، بس نحن بضل بنقول عم نحافظ على النمو وهذا شغله اساسيه لنا. ولكن ماذا يعني تحقيق الاقتصاد نسب نمو ما بين 1.5% على الاقتصاد؟ يعني إذا لو أردنا أن نبسط الفكرة أكثر، هذا ماذا يعني؟ لأننا نعرف أن الاقتصاد عليه أن ينمو بنسبة مئوية محددة كي طبعا يستوعب الوافدين الجدد على سوق العمل وما إلى ذلك. ماذا يعني نسبة نمو 1.5%؟ طبعا لما نحن بنطور 1.5% يمكن عدد السكان طور يمكن اكثر شوي او اقل شوي، في امور تطورت كمان بنفس المضمار، مشان هيك النمو اساسي ليكون الدخل والوضع السياسي والوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي للمواطنين اللبنانيين كمان عم يتطور بذات الوقت، لانه ما بدنا ناخذ نحن الكم المنتج ونقسمه على عدد العاملين في لبنان يطلع معنا انه الرقم يكون اقل ما كان عم نول، لا، احنا رقم حيزيد عن عم نول ولكن بكم قليل جدا، وهذا اللي احنا بالنتيجه كان بهمنا ان نكون اكثر من هيك، ولكن مثل ما قلنا الظروف اللي احاطت بنا والظروف اللي احنا عشناها كانت ما بتساهم ان لبنان يعيش او يحقق النموات اللي حققها من 2007 ل 2011. بأشار العديد من الخبراء والمؤسسات المتخصصة إنه الاقتصاد حاليا بمرحلة ركود. كيف تصف الوضع حاليا؟ هل نحن حقا في مرحلة ركود؟ تكلمنا عن هذا الموضوع، ما بدي أقول أنا ركود، ولكن نحن لسنا نسبيا ما كنا عليه بالسنة الماضية. نحن تأثرنا جدا باللي وضع اللي صار بالسياحة، ما تنسي السياحة ضربت في لبنان السنة، نحن عم نتأثر جدا بالمعوقات اللي التصدير اللي عم نشاهدها، وما تنسي الأحوال الاقتصادية العامة والمشاكل التي البلدان العربية من حولنا عم تعيشها، عم تأثر طبعا على نمو التصدير، على نمو الاستثمارات وعلى كل هذه المعطيات. بقى ما عندنا ركود ولكن عندنا تدني بنسبة النمو. يعني لا تصف الوضع الحالي ركود. طب ماذا عن توقعاتكم؟ شو ركود؟ ركود انه نحن وصلنا لمحل انه عم نلامس نوع من 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 سلبيات بالمؤشرات. ما عندنا سلبيات بالمؤشرات حاليا، المؤشرات كلها عم تدل، والظاهر نحن اخر اصدار عملته بالامن اللبناني على 10 سنوات جاب 8.4 وكان في اقبال مهم عليه، هذا مؤشر. نحن هلا رجعت الاسواق الماليه عم تتجاوب ايجابيا مع 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 كل الاصدارات اللبنانيه، هذا مؤشر. ورفع الفائده كمان، سعر الفائده، لا هو كل عمو الفائده بين اللبناني وبين الدولار على 2، وهذا صايره. نحن اخر اصدار بالدولار كان 6.4، اصدار اللبناني 10 سنوات 8.4. انا ماني شايف انه هناك في تغير بهذا الموضوع. لهلا الاقبال على التيبيز وعلى السدين اللبناني لسه بنفس الوتيره وبنفس دائما عم يروحوا بسرعه، ما الكل عم يدوا ياخذوا اللبناني. انا ما بدي غني بهذا الموضوع، ولكن عم اعطي مؤشر، لانه الركود معناتها في مؤشرات سلبيه بكل المعطيات. طبعا في قطاعات، القطاع السياحي عم يعطينا مؤشرات تراجع اساسي، تجارة الكماليات عندها بعض التراجع، لانه ما تنسي السنة اخواننا العرب ما قدروا يجوا على لبنان، هذا طبعا له انعكاس، وهذا طبعا مؤشرات سلبية. بس اجمال الاقتصاد نحن مش عم بقول ما بيكون نمو، نحن بتراجع ولسنا بركود.
إلى أي حد نستطيع القول أنه الاقتصاد في لبنان قادر على الصمود والحفاظ على يعني نمو مستويات نمو جيدة إذا ما استمرت الأزمة في سوريا فترة أطول؟ هلا الأزمة في سوريا طبعا بتأثر على التسديد، بتأثر على هي جزء أساسي من هي كان من المستوردين للبضائع اللبنانية، وبتعطي مناخ ثلاث أشياء، وبتحد من الـ من الـ من السياحة. ما تنسي نص سياحتنا كانت تجي عبر البر، هي وقفه التصدير عم عنده صار اكلف، عنده معوقات، والسوق السوري صار نوعا ما شح، ورابعا الاستثمار غزف ما بتشجع، هدول بياثروا علينا طبعا. واذا طال هذا الموضوع انعكاسه حيستمر بهالسلبياته زد على انعكاس السياسي. نحن نتأمل أن هذا الموضوع كمان بسرعة، لأن الوافدين السوريين، أخوة السوريين، اللاجئين السوريين، وكل ما قالوا من ارتباط بهذا الموضوع طبعا بشكل نقاط سلبية، نقاط عم تسقل الحركة الاقتصادية في لبنان، ونتمنى أنه بأسرع وقت هذا الموضوع يعني لأسباب كثيرة وخصوصي لوقف ما يجري في سوريا، وقف الدم، وقف الخراب، وقف الدمار. أنا رأيي هذا كله لازم يعني يوقف بسرعة لأسباب كثيرة، بس إن شاء الله المستقبل بيكون واعد للبلدين. هل هناك من خطة عند الحكومة لتعامل مع يعني الاقتصاد ككل، مع المؤشرات الاقتصادية ككل في حال استمرت الأزمة في سوريا، أم ليس هناك من خطة؟ الخطة مش معمولة للأوضاع السورية، الخطة مش موضوعة للأوضاع السورية، خطة الإنماء الاقتصادي موضوعة من أول ما استلمت الحكومة هذه المسؤولية، وفي خطة وضعها دولة الرئيس وأعلن عنها، وهو عم يبحثها مع كافة المرجعيات. هذه الخطة فيها 75 إجراء عملي، بدها تحفز مناخ الاستثمار، بدها تسهل الاستثمار في لبنان، بدها تعالج أزمات الدين العام، بدها تعالج أزمات أو موضوع التربية في لبنان لتتأقلم التربية مع سوق العمل، بدها تعالج الخدمات الاجتماعية. اللبناني حان الوقت أن يكون عنده أمان، يكون عنده استقرار في حياته الاجتماعية، الضمان الصحة، الضمان الشيخوخة، كل هذه الأمور حاليا قيد المعالجة إن كان مجلس النيابي أو كان بخطط الحكومة. موضوع التربية موضوع أساسي ومهم جدا، لأنه بلبنان الحقيقة البطأ الأمية إحنا مش من الحمد لله ما عنا إياها، بس ولكن ما كتير نحن عنا التربية عم تلائم موضوع سوق العمل، هذا موضوع أساسي، ومن ثم أن القوانين التي بتحفز وبتحسن البيئة الاستثمارية، ما بدي أحكي عن الاستثمارات في البنى التحتية لأنه هذا مشروع ماشي من قبل ومكفى، وإن شاء الله يعني من خلال سنتين المواطنين والأخوة العرب بيشاهدوا وبيلمسوا قديش حيتحسن خصوصي بموضوع إنتاج الطاقة الكهربائية، قديش البلد حي يعني يخطو خطوة أساسية بهذا الموضوع. متى سيتم تطبيق أو يعني كله حاليا في إجراءات، بتعرفي كل شيء له قوانين، بده قوانين، هذا بياخذ وقت. نحن حوالي في 6-7 قوانين صارت محطوطة على جدول مجلس النواب، في 4-5 قوانين لقد قررت ونشرت وعم تتطبق، وفي سلسلة إجراءات واحدة ورا الثانية عم الحياة تاخذ حيزها. هذا الموضوع يعني الواحد بيقدر يعمل عنده نوع من جردة حساب ويشوف شو عملنا، بس هذا الموضوع هو مثل نوع من خارطة الطريق نحن عم نتبعها، هي مش ايتم واحد، مش بند واحد أو بندين، ولكن عدة بنود متعددة متشعبة بالخمس نقاط اللي حكيتها أو بالخمس مواضيع اللي حكيتها، ومثل ما قلت هذا الموضوع ببين نتيجه إلا بعدين. إذن من هذا المنطلق ماذا يمكننا القول عن أولويات الحكومة؟ الاستقرار، النمو، والاستراتيجية الحماية الاجتماعية، هدول ثلاث أشياء أساسية، استقرار ونمو وحماية اجتماعية، هدول العناصر الأساسية الجوهرية يلي بيتحكموا بعمل الحكومة. لقد حققت الحكومة من دون شك إنجاز برفع أساس الراتب لموظفي القطاع العام، ولكن لو عدنا إلى البدايات كيف بدأت يعني الفكرة من رفع أو تعديل سلسلة الرتب والرواتب، وعلى أي أساس تم تحديد النسب للزيادة؟ هذا موضوع متشعب، هذا موضوع
صمخريس، لانه الحكومه اقرت المبدا، اقرت السلسله ولم تحلها بعد الى مجلس النيابه. موضوع جدا دقيق وموضوع بيستاهل المحاوله. انا مع محاوله ايجاد الحلول، مع محاوله ايجاد المخارج الطبيعيه لهذا الموضوع، وهذا عم ادرسه. بس انه انا بقول لك هذا موضوع سهل، لا موضوع صعب جدا. وهن اصحاب الشان بيقولوا نحن ما بدنا الان، بيقولوا نحن بدنا بس قد يعني ما المعطى انه والله في دراسه بتقول المعاش صار تآكل بهالكم عم يصلحوا، عم يقولوا نحن لا ما بدنا هالقد، على التلفزيون عم يقولوا نحن، لانه بس بدنا نكون في توازن بين السلاسل. بفهمهم، بس كمان ما معناتها اذا فهمتهم انا امنت الحلول العلمية لهذا الموضوع. الحكومه، رئيس الحكومه، رئيس الجمهوريه، الكل عم نجرب الحقيقه نلاقي المخارج العلميه. في اي اتجاه يذهب اولا نوعيه المداخيل الزياده اللي بدك تجيبها، كيفيه تقسيطها، كيفيه توزيعها، ومن ثم التدرج فيها. كيف تقدر انه ما تعمل تضخم، ما تعمل ضغط على النقد، وما تعزز، ما تروح بانها تصيب التنافسيه تبع البلد. البلد من شو يعني العلم الاقتصادي الجديد بيقول في هناك كومبيت ادفانتج اللي هن المزايا التفاضليه للبلد والمزايا التنافسيه للبلد، بدي احافظ عليهم. والا انا على شو عايش؟ عايش على خدمات وعايش على انتاج. اذا انا بدي اضرب اثنين، هذا بزم وهذا بزم، بالدوله ما عم جيب من هالانتاج ومن هالخدمات، بدي احافظ عليهم. سنتوقف مع فاصل قصير ونعود لمتابعة حوارنا، ابقوا معنا. الأسهم الكويتية برعاية بنك الكويت الوطني وشركة عارف للطاقة، استثمارك للمستقبل. من جديد إلى حوار الأسبوع مع ضيفنا وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقول نحاس. أهلا بك مع الوزير من جديد. أهلا فيك. دوما نتساءل لماذا تغيب عن لبنان خطط طويلة أو متوسطة الأجل اقتصادية تكون يعني تعطي فكرة واضحة للداخل وللخارج عن أي مسار سيكون في لبنان في المرحلة المقبلة؟ يعني لا نسمع عن خطط خمسية أم عشرية أما إلى ذلك. يعني اليوم ما كثير بينحكى بخطط اقتصادية، لأنه الخطة الاقتصادية تفرض نوعا ما من إطار كما يقول فرضي على الموضوع. الحكومات تحكي ببرامج، تحكي بمنخات، تحكي بحوافز، تحكي بتوجهات. هذا الموضوع موجود، هذا الموضوع احنا الحقيقة ما عم يعني كل حكومة بتجي بتشوف الوضع الاقتصادي وبتشوف النمط الاقتصادي وبتجرب بتلاقي نقاط الضعف تقدر تصلحها وتعززها وتحط الأولويات ضمن هالمنهج اللي عم نحكي عنه. بس أنا ما بعتقد اليوم فينا نقول خطط. الخطة يعني تعني تحطي أنت هدف واضح توصلي له، تحطي له إمكانياته، وأنت تكوني متمسكة بكل الإطر تبعه.
بالنظام الحر اقتصادي الحر الخطط ما كتير موضوع انا بقي اليوم يعني ما بنشوف حدا بيحط خطه اقتصاديه ولكن يتم وضع بحطوا مناهج اقليم مناهج و... مناهج صحيح مناهج تحفيزيه والاقتصاد بحاجه ل اطار تشريعي اطار تحفيزي واطار ريجوليتر يعني اطار من يرعى تطبيق هذا هذا اللي عم يصير وانا قلت الخطه الاقتصاديه اللي حطتها الحكومه جزء كبير منها ينطبج في هذا الاطار بس ما فينا نقول خطة خماسية أو خطة عشرية فيني أقول عندي نظرة لبنان 2020 طبعا أنا بقول أنه لبنان نحن 2020 شو هو المكونات الأساسية اللي بده تكسر الاقتصاد الدخل القومي كيف بده يكون مقسم شو المناطق القوة تبعه شو المناطق الضعف اللي بدها تعزيز هدول طبعا هدول طبعا ضمن هالرؤية هيدي طبعا هيدي فيها نحط الرؤية ونحط ال 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 المناهج اللي بتوصلنا لهالرؤية طبعا طبعا هذا الموضوع بس كمان برجع بقول نحن بلبنان يعني الحكومات ما بتعيش كتير وتتغير الظروف تتغير المعطيات نعم يمكن نحن مقصرين بهذا الموضوع يمكن نحن كنا لازم نقول نحن خطة بنعمل الرؤية لسنة 2020 بس يا هل ترى في ظل المتغيرات اللي عم تحدث وفي ظل هالتغيير بالحكومات وغياب الأحزاب الحقيقة اللي هي بتحكم وحدة كحزب قادرين نحن بالنتيجة انه نقول بدنا نعمل هالمشروع ننزل بموجبه على الانتخابات تنربح انتخابات يمكن نحن لازم نبلش من هون الفكرة مش انت يعني ما عم تنطرح لي اول مرة بس خليني اقول انه اجت الحكومة الاولويات يمكن اقصر من هيك لانه كان همجنا الاستقرار المؤسسات انها تستمر بالعمل ما نوح لانقسامات كبيره ومن ثم انه ضل النمط الاقتصادي ماشي بالقدر المستطاع من النمو مش هيك حققنا 5.5 عم نول السنه وللاسف ما حققنا 5.5 بس برجع بقول الفكره هي طبعا منيحه واساسيه يا ريت في عنا الاحزاب التي تتبنى هالرؤيه هيدي لبنان 2020 شو بده يكون؟ مشان هيك دولة الرئيس يمكن طرح فترة من الفترات يعمل طاولة اقتصادية، حوار اقتصادي. طرح بالزمان 2005 ميثاق بيروت ليتفق اللبنانيين على ميثاق اقتصادي اجتماعي يحدد بشكل نهائي الأولويات ويمشي بطريق بالقليلة يقدر يستمر لسنوات لأنه اليوم بس يجي وزير بغير يمكن المنحة اقتصادي كامل للوزير اللي قبله ومنبلش من جديد نبني على معطيات مختلفة هيك كان رأي دولة الرئيس وما بعرف إذا هلأ بصنع سوات نعي لها طاولة الحوار الاقتصادية أنا بتمناها أنا من الناس اللي اشتغلت عليها أنا رأيي هذه أساس أنه بلبنان نقدر نفصل شوي بين الاقتصاد والسياسي ونقول بدنا نشتغل كنا على ميثاق جديد ميثاق اجتماع اقتصادي ميثاق بيروت يبني للبنان 2020 إذا يعني تتبنون هكذا مبادرة قمنا بهذه المبادرة سنة 2005 كطاولة حوار لي يعني لأنه طاولات الحوار تكثر في هذه الفترة في أكثر من موضوع حوار اقتصادي روحي حوار اقتصادي بين هيئة الاقتصادية وبعض الوزراء يعني دولة الرئيس دعا بأحد مقابلاته بأحد مداخلاته إلى عقد طاولة حوار اقتصادية أساسية هل يعني سنشهد اي تفعيل لهذا الاولويات الحقيقه عم شو اسمه تتسابق حاليا بتعرفي الملفات كبيره والملفات شائقه ان شاء الله نوصل انا اتمنى ذلك ونعمل من اجل ذلك الحقيقه سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى لبنان تراجعاً العام الماضي فما هي توقعاتكم لمعدلات هذا العام خاصة وأن الأوضاع الاقتصادية ليست تماماً مشجعة يعني إحنا مش جايب نحافظ على نفس الوتيرة وبنتمنى سنة 2013 أن نرجع للوتيرة مثل ما كانت قبل بس طبعاً مثل ما قلت المناخ الاستثماري بالمنطقة متأثر بالأوضاع يعني في بعض البلدان العربية أخذت موقف من لبنان نتيجة تطورات الأوضاع بسوريا هذا طبعا بيأثر ما تنسي العقاب جزء أساسي كان من التطور الاقتصادي في لبنان هذا كان جزء منه بيحملوا الأخوة العرب في المناخات في القطاعات الصناعية كمان بدنا نقطع المرحلة ونقول المهم أنه نستمر بهذه الوتيرة ما نرجع لتراجع اكثر وان شاء الله ب 2013 مثل ما بالزمان كنا نعوض
السنين اللي كانت فيها الصعوبات نرجع منكون، لأن لبنان هو المركز الطبيعي للأخوة العرب، هو بلدهم الثاني بكل ما معنى الكلمة. وأنا متأكد لما شوي الأوضاع ترجع إلى طبيعتها حيرجعوا إلى بلدهم الثاني، لأنه هذا المكان الطبيعي لهم. وين ما يروحوا بالدنيا بخلال حسنة حابة راحوا ورجعوا كنوا بلبنان بشوق. وأنا متأكد أنه بالنتيجة بتمرح المرحلة ومحط طول وبيرجعوا على لبنان، وبنرجع الأموال ترجع على لبنان ونعيد الاستثمارات. وإن شاء الله نحن عم نعد العدة لكي يكون في لبنان، بس ترجع هذه الأمور يكون في مناخ استثمارية أفضل، يكون في قوانين أفضل، ويكون في تشجيع حقيقي للاستثمار في لبنان. في الوقت الراهن هل هناك من خطة لجذب هذه الاستثمارات؟ حقيقة هلا تقدمنا نحن مشروع في تعديل لقوانين اللي تبع إيدال. إيدال هي المؤسسة التي عليها تشجيع الاستثمار. بس يطلع هالتعديل هيدا بدنا نشوف إذا حيكون له مفاعيل. بس أنا برجع بقول معلش نحن نتمنى ذلك، ولكن الظروف حاليا الحياة هي شوي مثل اللي عم يعكسنا بهذا الموضوع. بدنا ننطر، بدنا نحضر العدة لنستعيد ما يفوتنا. بس أنا يعني من هلأ لكام شهر ماني شايف أن الوضع السياسي حيتغير لا يعطينا أمل بتحسن جزئي مثل ما احنا بتمنى. ولكن معدل الاستثمارات المباشرة كانت العام الماضي أقل بقليل من 4 مليارات دولار، هل تتوقعون أن تتراجع هذا العام أكثر؟ ما في مؤشر. هلا إذا بدي أخذ أنا الميزان المدفوعات الحقيقة يعني تقريبا على وتيرة عام الأول شوي أقل، بس ماشي مهم. وخصوصي لأنه جاي ما لأنه أقلت الكابيتال إنفلو إجت الرسامين، لأنه الإمبورت كبير، لأنه الأسعار تضخمية بالخارج كبرت، الأسعار بالخارج تضخمت إن كان بالنفط إن كان بعدة مواضيع. فإذا الكابيتال إنفلو تحسن يلي هذا مؤشر الأساسي، ما نطلع على ميزان المدفوعات بل نطلع على الكابيتال إنفلو. الكابيتال إنفلو لهلأ الحقيقة يمكن أحسن من عم نول، بس ولكن النتيجة هي شوية أقل لأنه الإنبوت كبير وأرقام الاستيراد كبرت وليس الكابيتال إنفلو اللي صغير. هذه دلالة مهمة نطلع عليها. التحويلات الخارجية تفوق نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة على لبنان الريميتنسز، وهي مبلغ يعني يفوق 7 مليارات دولار ومبلغ جيد جدا. هل هناك من خطة أو توجه للاستفادة من هذه التحويلات؟ لأنه هناك العديد من الدول التي استطاعت أن توظف هذه الأموال داخل الاقتصاد. أنا رأيي هذا الموضوع ما فيك تتحكمي فيه يعني بخطة أو بقرار أو بكذا، بدك تخلي حوافز، بدك تقولي لهالناس بدل ما تحطيهم بالبنك أو تصفيهم على أي موضوع استهلاكي، شافي وصفيهم بمكان استثماري منتج. على الحكومة أن تهيئ كذا. مشان هيك كان فكرة إنشاء مناطق متخصصة، مناطق اقتصادية خاصة. في واحدة هلأ نحن عم نعين لمجلس إدارتها وهي أساسية ومهمة، وإن شاء الله بتكون success story، اللي هي بطرابلس المنطقة الاقتصادية الخاصة اللي قوانينها جدا مهمة، ونعمل لها نحن بنشمارك USAID عمل لها بنشمارك مع باقي المناطق الاقتصادية من جبل علي وما شابه، طلعت هي أهم منطقة بالحوافز. عملوا بنشمارك بتاخذ هي العلامة الأولى بذلك. بس إذا العالم ما بتعرفه لأنه مجلس إدارتها لم يتم، والمشغل تبعها لم يتم اختياره بقى، بس تنعين مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة طرابلس إن شاء الله بتكون هذه انطلاقة أساسية لتشجيع الاستثمارات من الريميتنس ومن غيره. كما أنه هناك تفكير أيضا بعكاب منطقة الإعاد بمطار الإعاد بزون فرنش تبعه وبمناطق أخرى، من أجل أن يكون هناك مناطق استثمار كثير محفزة وحيث أكلافها تكون جدا مقبولة حتى نقدر نجرب الاستثمارات اللي عم تحكي عنها. بس ما فينا نعملها إلا بهالطريقة هيدي، لأنه هيدي أموال خاصة. صحيح. متى تتوقعون يعني أن يتم إنجاز أي خطوة؟ أنا رأيي موضوع طرابلس ما لازم يأخذ أكثر من شهر، لأنه بعتبر فتحت نوعا ما آلية التعيينات، آلية أن نشوف مين بده يجي. أنا رأيي قبل آخر السنة حتما لازم يكون هناك أول مجلس إدارة لهذه المنطقة، اللي أنا برأيي حتفتح صفحة جديدة وشابتر جديد بموضوع الاستثمارات في لبنان.
هل سيتم تلزيم إدارتها أم الدولة ستأخذ؟ لا لا لا، الدولة ما لها علاقة. مجلس إدارتها عليه أنه هو يلزم أوبريتر، يجي هو المشغل يلي عليه من ثم أنه يعمل هو كل الانفراستركشر، كل البنى التحتية، ويعرف هو كيف بده يديرها ليقدر يجلب الاستثمارات لهذه المنطقة يلي حاليا هي 500 ألف متر بس فيها توصل لمليون متر، وإن شاء الله بننقل نفس الموضوع إلى مناطق أخرى. وعم نفكر حتى نعمل مدينة ميديا سيتي كمان بطرابلس بالمعرض، جزء من المعرض يكون بهذا الموضوع تابع لهذه المنطقة، لأنه لبنان حاليا هو المركز الأساسي للإنتاج بالميديا، هو المركز الأساسي ومركز مهم بهذا الموضوع. بقى كمان هل يستطيع اللحاق بمن سبقه في هذه الأمور لبنان؟ طبعا، طالما الهيومن كابيتال، طالما رأس المال البشري هو الأساس في هذه المواضيع، ما ممكن حدا نسبه. أنا برأيي ما ممكن، ولكن أليس هناك ما بدك بيئة بس أخرى. بدك ظرف وبدك بيئة. بس تخلق الظرف والبيئة لبناني بيسبق حتما، لأنه عنده اليوم الكابيتال. لماذا لا يتم البحث في استغناء الدولة عن القطاعات الخاسرة في مقدمها الكهرباء؟ لماذا لا يتم الذهاب في موضوع التلزيم؟ بالنتيجة المواطن بده يدفع كهرباء. إذا الحكومة تنازلت عن، أنا مع أن الحكومة لا تنتج الكهرباء، أنا مع الحكومة، مع أن الحكومة أنه شركة لا توزع الكهرباء، أنا مع التخصيص بهذا الموضوع، بس ما معناته أنه هذا حيخفف الكلفة على المواطن. هذا بجد كلفة على المواطن، لأنه حاليا الدولة عم تدعم بمليارين ونص دولار القطاع الكهربائي. إذا شالت هالدعم من عندها بدها تحطه أو جزء منه، لأنه يمكن يكون في توفير بالإنتاج، توفير بالإدارة، توفير بكل العملية إدارة هذا الموضوع، بس بتضل تدعم. إذا ما بدها توقف الدعم على الكهرباء، معناتها المواطن بده يدفعهم هو، لأنه هذه كلفة حقيقية. أنا مع أنه يكون في هناك راسيوناليزاسيون، يعني نوع من عقلنة بموضوع القطاع إنتاج الخدمات في القطاع العام. أنا مع الخدمة الأفضل بكلفة أقل، وما حدا يخبرني قصة تانية. أنا مع هالتوجه، ومشان هيك عم أقول بلبنان ما فينا نحط رؤية طويلة الأمد، لأنه كل ما بيجي وزير بغير المنحة تبع الوزير اللي قبله، وأنا برجع نبدأ من جديد. هيدا جزء أساسي يمكن إذا توافقنا عليه ضمن حوار اقتصادي، ضمن ميثاق جديد، يمكن بيعملنا وسبة أساسية للأمام، لأنه بيعمل استقرار. المستثمر شو بده؟ بده استقرار. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من حوار الأسبوع. شكرا لك مع الوزير الاقتصاد والتجارة اللبناني على هذا الحوار، والشكر موصول لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.